هو الشيخ أحمد سلمان، وأحمد بن سليم بن سلمان الأحمدي من قبيلة حرب المعروفة، والتي تقطن في ضواحي المدينة المنورة. ولد سماحته في سنة 1988 بتونس من والد حجازي وأم تونسية. أنهى دراسته بتونس والتحق بالحوزة العلمية، حيث لقي اهتماما خاصا من العلامة الشيخ علي آل محسن الذي يعتبر الأب الروحي للشيخ أحمد سلمان. توجه المرجع الديني الشيخ إسحاق الفيار بتاج الشرف عمامة رسول الله.